معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس ياسي العراقي سيد أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير معنا. مساء الخير. حياك الله. إذن بعد بين الحديث عن إمكانية التمديد لمجلس النواب الحالي والحديث عن عملية تزوير في أثناء إعادة الفرز اليدوي، كيف ترى المشهد السياسي في العراق؟ شيء طبيعي، عمليات التزوير يعني قد أكد عليها من قبل يعني هرم السلطة في العراق. السيد حيدر العبادي هو الذي يعني قالها بصراحة بأن أكثر من 60% من الأصوات قد زورت. إذن هناك حقيقة وواقع في العراق بأن هذه العملية كانت عملية كده سيد أمير، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد أمير المفرجي. نواصل استوديو الرافدين. نعود مشاهدينا الكرام إلى ما يحدث بعد الانتخابات وتداعياتها، ويعود إلينا من جديد هاتفيا من باريس السياسي العراقي السيد أمير المفرجي. كنا نتحدث عن إمكانية تمديد أستاذ أمير لمجلس النواب الحالي وحديث عن عمليات تزوير في أثناء إعادة الفرز اليدوي، وكيف ترى إذن من خلال ما يحدث المشهد السياسي في العراق؟ أستاذ أمير تسمعني؟ أستاذ أمير؟ نعم تسمعني؟ سمعت السؤال؟ لا والله، هاي أول نعم. كلمة من عندك الآن يعني. نعم، طيب، كنا نتحدث عن إمكانية تمديد لمجلس النواب والحديث عن عمليات تزوير، من أجل ذلك كيف ترى المشهد السياسي في العراق؟ تفضل. شيء طبيعي انه بعد يعني ما المعلومات التي يعني عرفها العراقيون بان العمليه السياسيه والتي يعني جاءت بعد الانتخابات هي كعمليه يعني كانت عمليه مغشوشه، وكانت عمليه يعني ليس لها اي صله بالديمقراطيه التي يتحدثون عنها وعن الانتخابات وعن يعني تسليم السلطه بصوره سلسه الى الاحزاب يعني الفائزه. والمشكله الان ان هناك سياسه الان في الوقت الحاضر، لان الموقف خطير في العراق. الشارع العراقي قد عرف بان هناك مشكله كبيره في العمليه السياسيه قد تهدد بالانفجار، وبالتالي هناك ايضا صراع المحاور الاقليميه في العراق. هناك صراع ايراني لا زال يعني مثبت اقدامه في العراق ويريد ان يبقى في العراق، يعني بالرغم من وجود ضغط دولي امريكي لاخراجه من العراق. اذا هناك حاله خطره في العراق، هناك عمليه تزوير قد كشفها الشارع العراقي، ولكن الاجتماع اليوم الذي عقد في بيت السيد معصوم اريد منه ان يهدئ الشارع العراقي، ويعني العمل على عملية انتظار، وجعل المشكلة هي مشكلة إعادة عد وفرز، مع العلم أنها ليست مشكلة إعادة فرز، ولكنها مشكلة صراع محاور
تقوم به الأحزاب المشاركة في السلطة والتي تتصارع بينها من أجل والنتيجة أستاذ أمير أن اجتماع رئاسات ثلاث ورؤساء الكتل انتهى بوجهات نظر يعني مختلفة لم تتوافق حتى الآن، وهناك تهديدات للبعض بإدخال العراق في الفوضى، ما تفسيرك لذلك؟ شيء طبيعي، لأنه الكل يعرف بأن العملية التي أريد منها بإعادة الفرز وإعادة يعني أعداد الأصوات هي عملية قد تخلق مشكلة جديدة، لأن هذه العملية قد تكون أيضا غير يعني مرضية بالنسبة للأحزاب والشخصيات التي فازت، والتي يعني بدون شك ستسقطها هذه العملية الجديدة التي يقصد بها عملية الإفراز الجديد، لأن العملية هذه هي عملية مراد لها من قبل يعني جهات لا تريد أن يكون يعني الوضع كما جاءت به الانتخابات التي هي أصلا كانت انتخابات فاشلة وانتخابات مزورة. ولكن المشكلة نحن أمام منعطف خطير في المشهد السياسي العراقي، ما يحدث الآن في الشارع العراقي من وجود إيران وبحجة يوم القدس هو دليل واضح على أن هناك صراع محاور في العراق قد ينفجر لا محالة قريبا، لأننا يعني هل سيلجأ شركاء العملية السياسية إلى الصراع المسلح كقيس الخزعلي آخر تصريح له قال إذا يعني تم إقصاؤنا سنرجع إلى الوضع غير الصحيح بحسب تعبيره؟ شيء طبيعي، ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدخل على الخط من خلال جذب الجهات التي كانت تعمل مع إيران، واللقاء الذي كان مع السيد هادي العامري والسفير الأمريكي هو دليل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنقذ الموقف، ولكن أنا في نظري الموقف له أهمية من الخطورة وقد ينفجر بعد أيام أو بعد أسابيع، وما يعمل به الآن هو تهدئة يراد منها أولا إيجاد حل للمشكلة الإيرانية مع الأسرة الدولية، وهذه هذا الحل أنا متأكد أنه موجود في العراق. شكرا جزيلا لك من باريس هاتفيا سياسي العراقي السيد أمير المفرجي.